كيف حالكم أصدقائي متابعين قناتي عالم العملات الرقمية؟ أهلا وسهلا فيكم وبتشرف بوجودكم على قناتي على التليجرام. حبيت أعرض لكم آخر صفقة دخلنا فيها وأفرجيكم على صفحة التليجرام آراء الشباب. اللي كانوا الشباب بالصفقة حققوا ربح كتير كويس وكانوا مبسوطين كتير الشباب. ألف مبروك للشباب اللي ربحوا بهاي الصفقة، وبتمنى تنضموا إنا على الفريق للتليجرام. فريقنا التليجرام صار في عنا فريق مختص بتحديد الصفقات وبأهداف الصفقات. صديقي بضمن لك ربح 90%. استفيدوا من عرض القناة وأهلا وسهلا فيكم، وبتمنى أنكم تشاركوني على فريقي على التليجرام. وهلا خلونا نحكي عن عملة شيبا. العملات الرقمية كلها شفناها وانتعشت وصار فيها ارتفاع الا عملة شيبا والدوج كوين، كان ارتفاعهم بسيط وخجول. وهلا خلونا نشوف لوين متواجهين، ارتفاع ولا انخفاض. بالبداية كنا بترند هابط، بعدها صار فيه ارتفاع بسيط وبعدين ركود. يعني كلمة ركود يعني قوة البائعين نفس قوة المشتريين. وهذا الارتفاع البسيط والركود بعدها يعني بيخليها يصير 70% انهيار بعملة شيبا. كان ترتيبها ممتاز، يعني العملة بتضل عملة بتطلع وبتنزل. اذا نزلت تحت 0.505 وظلت بهالركود اكيد رح يطلعوا منها المستثمرين، لاني شو بدهم من عملة لا بتطلع ولا بتنزل ثابتة. يعني هن بدهم عملة لا تطلع وتنزل حتى يستفيدوا ويربحوا. هلا انت كنت تقولي انه انت كنت تدعم عملة شيبا، ليش هلا عم بتقولي انه رح تنهار؟ صديقي انا كنت ادعم عملة شيبا للتخزين، اما هلا لازالت العملة ضعيفة. حتى فريق عملة شيبا اخر شي نزل منصة شيبا سواب ووقف. صديقي هاي مو نصيحة استثمارية، هذا رأيي الشخصي، وبتمنى تنضموا عفرينا على التليجرام ورابط القناة بأسفل الفيديو. وبتمنى تنضموا لفريقنا على التليجرام، فريقنا مختص لتحديد الصفقات والأهداف بدقة. لا تنسى تعمل لايك وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم بفيديو آخر.